بسم الله الرحمن الرحيم. ظل جهود وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي الوزير السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وصلنا اليوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020 الدفعة رقم 17 من لحوم الأضاحي، وصلنا حتى الآن 56 طن لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياج الخاص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 3 طن من لحوم صدوق الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صدوق الأضاحي 56 طنا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي السيد الدكتور الوزير على الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. وبعد، اليوم إن شاء الله الثلاثاء الموافق 13/10/2020 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة حصتها من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن وتسليمها لمدير الإدارات الفرعية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والعناية، وهذا ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه وزارة الأوقاف تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقائمين على هذا المشروع وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لاهتمامه بالأسر الأولى بالعناية والرعاية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.